السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية جميع عشاق الصيد بالقصبة أينما كانوا. اليوم معكم فيديو جديد عاوتاني، وتحدي اللي غنديرو اليوم غيكون زوين وزوين. والتحدي عبارة عن جوج طعمات، غنشوفو شكون اللي فعالة في هاد الحالة البحرية. للتذكير فقط، اليوم راه الأربعاء 22 شهر 11 2021، يعني حالة البحرية كما تتشوفوا أهم عامل اللي خيب اللي أثر اللي تبرزت هو الأول، هو الرياح. كاين واحد الرياح اللي هي بحرية شمالية، يعني تتكون قوية، تتكون جاية من قاع بحر وقبيحة شوية، يعني ما تخليك تصيد على خاطرك. المهم هادشي ما يعجزناش بأننا نجربوا القاع، مع العلم ان الحاله البحريه داير متر و40 ودير في الكولان داير 14 13، يعني كاين تتسمع البحر انه خدام. اليوم اختارينا لي واحد المصيد عباره عن بركه ماء، هذه تعتبرها بحال البيسين انايا، يعني الصيد جناب المول ديال المرسات وصافي. هذا المصيد هذا تيدير الحوت سيرتو ملي تيكون البحر محرك، الحوت تيلجأ لهذا المكان. المهم تيجي ليه حتى البحر قبيح في بلايص اخرين، كاين الرديخ كاين الموج كاين الكوران خدام، تيجي لهذ البلايص اللي راقدين. حنا تنجيو نشوفو اليوم، التحدي غيكون على جوج طعمات. قبل ما ندوي على التحدي ندوي على المونتاج اللي غنخدمو به. المونتاج الاخوان اللي هو عادي ديما تنخدم به يوميا، 45 في الماكينة، بلومة ديال 40، كاين لا خوريدوري لا والو. هاد الفكرة الإخوان ولو تجربوها وتفكروني، راه ما تتقطعش البلوم بزاف، خيط قمي ما تتبقاش بومبي في هاد العقدة. خوريدوري تتسخن السبيب تتفرقع، ترقيعة 45، السنارة 0 ان. طعمة كما الشو كما تشوفوا، غنديروا تحدي ديال جوج طعمات اللي هما البوبير والكوطو. الشو الطعم الاول اللي هو البوبير، هذا هو اللي غنديروا به التحدي اليوم ديال البارح. كاينين بياسات ديال البارح وكاينين بياسات ديال ول البارح. للتذكير ان البوبير هاد اللحمه ديال الراس راه هي اللي تتبقى شاده بزاف، ما تبقى تيكون غير الخروج ديالها. المهم الاخوان هذه الطعمه الاولى، والطعمه الثانيه اللي هي الكوطو الاخوان ميت، تنشدو تنقيه وتنشفو وتنملحو. هذا راه مازال الملحه وما عطيتوش الوقت في النشاف، يعني خديته الصباح شديتو نشرتو واحد شويه باش يحيد داك الماء اللي فيه ودرنا ليه الملحه. ها هو الاخوان صايبناه في قريعه بحال هذا الشكل. المهم غنديروا التحدي، غنبداو باول طعم اللي هو الكوطو ولا البوبيط. غنختاروا البوبيط نظرا لان المعيار حتى هي تبقى معيار اساسي، ان تقول لك واش كاين الحوت ولا ما كاينش. المهم هي تنعتبر انا معيار، ولكن بعض المرات يقدر ما يهزش عليها، يكون طالع على الحروشه، يعني باغي حروش باغي شي حاجه قاصحه ولا باغي بوزروق ولا باغي الشوك ولا. المهم هي سواء كان شبعان سواء، مهم تتقول لك شنو كاين، واش كاين النقبة ولا ما كاينش، حتى واخا ما يكونش تتحس بالحوت بعد على الاقل تينقب عليك. مورا غنجربوا هادي شنو، خليكم مع التطعيم ونشوفوا اول طعيم. كما شفتوا الاخوان خدنا اول تطعيم اللي هي البوبير، نشدوها هاد الحيمه تتكون ديال الراس تتكون قاصحه، تندخلها بهاد الشكيله. راه تنصور راسي الاخوان وحاط تليفون، يعني غير سمحوا لي هنا وصافي. المهم تنوصلوا الفكره وصافي، حبينا نديروا نشاركوا معكم هذه التجربه على حساب هذه الحاله البحريه، رياح شماليه بحريه وكاين شويه ديال الكوران. وزيدكم الاخوان راه ملي تنجي تنقيس الماء تنشوف هو سخون ولا بارد، وديما وليت تقيس الماء حتى يتغير في اي لحظه، يقدر يتغير غير نسيمه وحده ديال الريح تقدر تغير لك
درجة الحرارة ديال الماء ديال البحر. المهم هاي الإخوان، أتمنى تكون الصورة واضحة. أول تعيمة بالبوبيل، هاي أول تعيمة غنسيو بها. كاين شي حاجة غنشاركها معاكم، اسمحوا لينا إلا ما كانش هذاك الشيء على المباشر وكان شي واحد غيصور معايا، راه غتشدوا على التقواس. واخا بالليل القضية مع نكشة، ولكن على العموم غادي إلا كانت شي حصيلة راه ما نكذبوش عليكم، راه نعطيوكم هذاك الشيء اللي كاين. تحياتي وخليكم معانا نكملوا هذه التجربة والتحدي. بعد ما شحطناها وبقيت شادة دابا شي قسمين وأنا تنتسنى، ما جاش لا الإخوان كما تتشوفوا. ولكن نسيت ما كملتش لكم، كاينين جوج عوامل، ثلاثه العوامل ما ذكرتهمش، هو ان اللون ديال الماء مستور، والعامل الاخر اللي هو القمرق، وتبقى عامل ديال الماء راه بارد. المهم البوبيط بعدا تنجربوا بها. انا هز الكسبه في يدي ونتصنف باش نعرف القاع شنو فيه، موراها غنديرو نيشان الكوطو ان شاء الله ونشوفو الحوت علاش غياكل وقدر ما ياكلش عليهم بجوج. ها هو معايا الشي، ها هو الاخوان على المباشرة، على المباشرة، على المباشرة. ها ها عرفوه، شوف كوله كوله على خاطر، شوف اوه هود القصبه اخوان باقي معايا. واخيرا هو اللي ضرب علينا، احنا شديناه بكينا المباشر الاخوان وشديناه. سمحوا لي كيش اللي يشد معايا. ها هو الاخوان رانا صياد في الحجر ديال الموله في البلوكات، يعني القضيه معنكشه يطيح لك مقص الله يرحمه. وضروري الحيطه والحضار بحال هاد المصايد ما تنغامرش فيهم الاخوان. هاتو هاو اللهم بارك. هاجي قبيح قبيح الشغل، قرفوح قبيح، قرفوح ديال نهار الاربعاء. حياني بسم الله الحمد لله. ضاربها تشكى القصبه ضاربها وسلم. ونجربوا ليه الاخوان عاوتاني البوبيط ونشوفوا كاين هاز عاش، نشوفوا من حدو دابا هاز، نجربوا ليه البوبيط عاش نشوفوا الكوط. تحياتي وخليكم معانا، وما تنساش متابعه للقناه همز البحر، وخلي لنا التعليق الزوين الى عجبك الفيديو. تحياتي اخوان. كما شو دابا الاخوان جربنا لي التحيطه الاولى جاف الله هذا قرفوح اللي وريتكم. دابا يا درنا التحيطه الثانيه سمسرني، يعني واكل على البوبيط تيضرب. دابا يا من حد واكل نجربوا طعم ديال الكوطو. الكوطو الاخوان كما تتعرفوا كما قلت لكم هو ملح، كوطو ميت ملح. غادي نجربوه. التغيير اللي كاين في المونتاج هو الصنار حيث 01 درت 11، ونتوكلوا على الله بهاد الكوطو نشوفوا واش واكل عليه، نشوفوا التحدي واش غادي ينجح، ونشوفوا على مولانا نشوفوا الكوطو واش واكل عليه تاو. المهم التغيير اللي كاين هو الصنار 11. درنا الحيمات ديال الكوطو مصيرناتهم، ديرو فيه الماجيك ونشوفو.
يا اخو طعيمة ديال الكوطو، شوفو على مولانا الى بغى، ونشوفو تجريبو واش هو كلت على الكوطو ولا غير على البوبين. تحياتي، خليكم معنا نديرو التجريب الاخوان. سال الفيديو كما شفتو اليوم، درنا التجربة ديال جوج طعوم، حبينا نشاركو معكم تقواس عن المباشر، ولكن نظرا انني ما عنديش كيفاش غنصور راسي، المهم حبينا نتقاسموا معكم الحصيلة ديال اليوم اللي الحمد لله على كل حال. واخا هكاك الحوت راه ما واكلش وما راعيش. المهم كما شفتوا البياسه الاولى اللي ضربت على البوبيط، عاودنا شحطنا اخرى. هذه هي البياسه الاولى، هذه هي البياسه الاولى اللي ضربت على البوبيط، موراها مباشرة ما ضربش علينا. عاودنا شحطنا بالكوطو ما ضربش عليا. مني بدلت المصيد في نفس المكان اللي هو المول، تنصيد في بلاصة راقدة ما فيها لا موج لا والو، اول تحيطة عاوتاني بالبوبيط جاب الله هذه البياسة. اللهم بارك. يعني الاخوان هاد جوج بياسات، هادو جوج بياسات ديال البوبيط، واحد طريفيح جابو الله ديال الكوطو، يعني فعال حتى هو هز عليه الحوت، ولكن ماشي بنفس الكاليتي ديال البوبيط. المهم التجربة ديال اليوم جات على هذا الشكل، والحمد لله على هذا الخير هذا، الله يجعل البركه. اللي بغيت نقول هو ان الفيديو سال، وتنتمنى من جميع الاخوان اللي ما دايرش متابعه للقناه يديرها، وراه حنا ديما تنديروا معكم اي حاجه تنديروها في البحر تنشاركوها معكم، ما تنخبيو عليكم والو، واي معلومه راه تنتقاسموها معكم. تحياتي للجميع، وان شاء الله غنديروا عاوتاني شي تحدي بين جوج طعوم اخرين. ما تنساوش المسانده ديالكم والدعم ديالكم، راه تعاوننا اننا نزيدوا نقدموا محتوى زوين ونقدموا معلومات تتليق بالميدان ديال عالم الصيد بالقصائد. تحياتي للجميع، وما تنساوش اخوكم همز البحر، الله يسهل للجميع والله يسر الامور للجميع. تحياتي، تبارك الله عليكم.